صغيراتنا في الدكتور كيدز. دكتور كيدز على حياة طفل زهرة الحياة. صباح الخير. صباح الخير، صباح الفل، صباح النشاط، صباح شهري رمضان. قولوا له رمضان رمضان كريم. ما شاء الله عليكم أصدقائي، شاهدوني تسويقة كبيرة كبيرة كلها نشاط. صحيتوا صحيتوا، خاصة عندي وليد مزيان وقال لي راني صايم، خلنا تعرفوا عليه ساعة. البطل هذي عسلامة. لا بس الحمد لله. شو اسمك انت؟ آدم. اسمه آدم، محليه الاسم هذي، انا نحبه الاسم هذي. آدم شكون؟ آدم عرعار. آدم عرعار. وقديش عمرك يا آدم؟ 5 سنين. 5 سنين. في بالك اللي انت ناشطة؟ في بال. وقوي؟ في بال. وطويل؟ في بال. وعندك شعر جميل؟ في بال. وعندك عينين جميلتين؟ في بال. قلت لي ستيرة وحافظ الحروف الكل بالحق؟ أي. شو من الحروف اللي حافظها؟ ما ت أي تو أي خا خو خي ب بو بي. ما شاء الله. وانت تلعب في الرياضة ولا تلعب كرة قدم؟ نلعب كرة قدم. وش اسمه فريقك اللي تحبه؟ تونس. هو يحب الفريق الوطني التونسي. وتعرف شنو لون الفريق ولا شنو هو لونه؟ احمر. صحيت، لونه هو احمر كيما العلم نتاع بلادي هكا ولا اي؟ هاي قول لي صايم ولا فاطر بينات؟ فاطر. وقتاش تصيم انت؟ غدوه. غدوه كها. وقال لي غدوه باش نصيم. انت شكون باش تصيم؟ انا ولوجاي. انت ولوجاي. وطيب له حاجه انت ولوجاي ولا ما تعرفش طيب انت؟ ما عرفش. شنو هي الحاجه البنينه اللي تاكلها؟ بسيسه. بسيسة. شكون قديها لك بسيسة؟ ماما. في بالكم أصدقائي البسيسة باهية يزم ناكلو البسيسة بزيت زيتونة؟ صحية. هي لمجة صحية. هي لمجة صحية، يعطيكم الصحة. عارف اللي انتم قرايين وما شاء الله عليكم. وذلك علش نحن بش نسمعوا أسماء الله الحسنى معند آدم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز ذو الجبار الخالق البارئ المعز الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح لي يا بابي ضربة سترة فيع المعز السميع البصير. ما شاء الله، راهو هما أصدقاء في عمر 5 سنوات وحافظ أسماء الله الحسنى، راهو يستحق مش تسويقة كبير، أكثر من تسويقة نحبها كبيرة كبيرة كبيرة. صحيتو صحيتو. نقول لكم إلى اللي وشاهية طيبة. دكتور كيدز.